يا صباح الخير والهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدينا، أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من صباحني. بصبح على حضراتكم وعلى زمايلي خلف الكاميرات وعلى زميلي مايكل منصور اللي هنتشارك تقديم الحلقة النهاردة. صباح الخير يا مايكل. صباح الفل نرمين، وصباح الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج صباح مي. وحلقة النهاردة يوم الحد الموافق 2/6 لعام 2024. أنا مش هقول الجو اتحسن، لأن كل مرة بقول الجو اتحسن بعدها بيومين تيجي علينا موجة حر ويطلع أصعب من اللي قبله. فيعني نشكر ربنا الدنيا مستقرة لغاية ما نشوف الأيام اللي جاية. بفكر حضراتكم بفقراتنا النهاردة في البرنامج. أولى فقراتنا بتكون فقرة الأخبار اللي بنستعرض فيه نشاط فخامة الرئيس في الداخل والخارج. عندنا إيه تاني نرمي؟ فقرتنا الثانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز وأهم المنشطات اللي وردت في الصحف المحلية والعالمية، هيكون في ضيافة زميلي مايكل منصور الكاتب الصحفي إبراهيم طه. وفقرتنا الأخيرة فقرة مهمة جدا، هنتكلم النهاردة عن الشخصية الافتراضية. يعني إيه شخصية افتراضية؟ يعني شفنا في الفترة الأخيرة بعض الشخصيات اللي موجودة على النت بتكون شخصية افتراضية، شخصية يعني تدعي الكمال، شخصية موجودة بحسابات كتيرة، وبعدين الموضوع تطور بقت موضوع تحول لأسرة افتراضية، وأزواج يطلعوا يتكلموا عن الحياة المثالية وتأثيرها على المجتمع، والموضوع كبير جدا. عشان نتكلم عن الشخصية الافتراضية ونتكلم كمان عن الأسرة الافتراضية، الفقرة دي هتكون مع زميلتي نرمين، وهتكون ضيفتها في الاستوديو دكتورة نسرين كامل استشاري العلاقات الأسرية والخبير التربوي. لكن قبل كل ده نطلع فاصل، بعد الفاصل خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. هنبدأ معاكم أولى فقراتنا فقرة الأخبار. أول حاجة عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيناتور لانسي جرهام. هنروح نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينزي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السناتور جراهام أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميا وعالميا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها لكونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، منوها بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة ومتمنا الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السناتور جراهام حرص على الاستماع لرؤية السيد الرئيس حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا، محذرا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهل القطاع، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي، ومؤكدا ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين لكونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة. برحب بحضراتكم، نجي ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس السناتور لينسي جراهام زعيم الاقليه الجمهوريه باللجنه الفرعيه لاعتماد العمليات الخارجيه بمجلس الشيوخ الامريكي. في لقاء حضره السيد سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه المصريه. وشهد اللقاء مناقشات حول القضايا الإقليمية والدولية، كما حرص السناتور على الاستماع لرؤية فخامة الرئيس حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة. وعشان خاطر نعرف تفاصيل أكتر، معنا على الهاتف الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى بكري. صباح خير مع النائب. صباح النور، أهلا وسهلا. منورنا يا فندم. يا مرحبا، أهلا بك.
خليني في البدايه فندم اسال حضرتك على اهميه زياره السيناتور لمصر في هذا التوقيت. يعني بالتاكيد القاهره تبذل في هذه الايام جهودا مكثفه من اجل انهاء هذه الحرب المجنونه في غزه والتي اودت بعشرات الالاف من الشهداء ومن الجرحى. والقاهره تواصل اتصالاتها مع كافه الاطراف المعنيه بالضبط كما حدث خلال زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الصين، حيث تناول مع الرئيس الصيني والعديد من المسؤولين الآخرين الذين شاركوا في أعمال هذا الاجتماع الأوضاع في الأراضي المحتلة وضرورة وقف العدوان وإدخال المساعدات. بالتأكيد عندما يأتي هذا اللقاء مع زعيم الأقلية الجمهورية جرهام أشاد الذي سيناتور جرهام الذي اعتبر أن الدور المصري هو دور محوري لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة وأن مثلها دورها في دعم الأمن والاستقرار، ناهيك عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة والتي كما وصفها بأن الأزمات أثبتت أهمية مواصلة هذه الجهود كونها من أهم مراكز الاستقرار في المنطقة. بالتأكيد عندما يتحدث السيناتور جرهام وهو المعروف بمواقفه المتشددة مشيدا بدور مصر ومؤكد على أهمية ومحورية الدور المصري في هذه نقطة تحول مهمة في نظر بعض الساسة الأمريكيين ومنهم جرهام بالتأكيد. هذا اللقاء الذي حدث الذي يعني تواجد فيه وزير الخارجية المصري والسيد الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يدخل ضمن إطار الجهود المصرية التي تبذلها القاهرة هذه الأيام، خاصة في ضوء ما تحدث عنه الرئيس أوباما مؤخرا عن التوصل إلى ما أسماه بوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع قابل الامتداد، وأيضا حدوث تبادل للرهائن والمحتجزين والوصول إلى حل ينهي التواجد الإسرائيلي في غزة، ويطالب إسرائيل بالانسحاب إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. القاهرة معنية بكل التحركات، ولقاء الأمس هو لقاء مهم في إطار السياسة الدبلوماسية المصرية للتعامل مع كافة الأطراف المعنية. تحياتي لحضرتك أستاذ مصطفى، وعايزين نعرف من حضرتك يعني تفاصيل أكتر عن المقترح الأمريكي اللي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. طبعا جو بايدن نسب هذا الكلام إلى موافقة رئيس الوزراء نتنياهو بالبدء بالهدنة التي تستمر لمدة 6 أسابيع وقد تتلوها فترة أخرى يتم خلالها الانسحاب الإسرائيلي وعودة الفلسطينيين إلى مناطقهم التي أجبروا على الانسحاب منها أو على الخروج منها والنزوح إلى مناطق فلسطينية أخرى، وأيضا تبادل الرهائن. هناك حديث عن 33 رهينة الآن يمكن لحركة حماس أن تدفع بهم إلى الإفراج في مقابل الإفراج أيضا عن عدد آخر من الأسرى. طبعا نحن نعرف الدور المصري وأهمية الدور المصري في هذا الإطار، نعرف التنسيق الذي يتم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين قطر وبين مصر بحيث يتم بالفعل دفع الأمور. نعرف أن المباحثات التي جرت في مجلس الحرب الإسرائيلي أفضت إلى الطلب من نتنياهو إلى ضرورة الموافقة والإعلام بغض النظر عن آراء المتطرفين الصهاينة من أمثال وزير الأمن القومي ومن أمثال وزير المالية وقف على ذلك، ولكن في النهاية ما أراه الآن أن الأمور تدفع باتجاه إيجاد حل عاجل وسريع يكون ثمرة للجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة من الأطراف المعنية. معالي النائب، عايز أسأل حضرتك مدى قبول هذا الاقتراح من الأطراف المتنازعة، يعني حضرتك شايف الحل ده هيكون مناسب في الوقت الحالي ولا في بعض الأطراف مش موافقة على هذا الحل من المقترح من قبل جو بايدن؟ يعني أنا أعتقد أنه في نهاية الأمر حركة حماس ستفضي إلى الموافقة النهائية بغض النظر عن بعض التحفظات التي أعلنها السيد أسامة حمدان أحد المتحدثين الرسميين لحركة حماس في لبنان، وأيضا بغض النظر عن بعض آراء المتشددين داخل الحكومة الإسرائيلية، ولكن الضغط الجماهيري داخل إسرائيل خاصة من الأسر
المتعاطفة بشكل عام مع المحتجزين أو أسر المحتجزين أنفسهم. أعتقد أن كل هذه العوامل مع الضغط الدولي وخاصة بعد بيان الاتحاد الأوروبي كل هذه العوامل يمكن أن تؤدي بالفعل إلى الوصول إلى صفقة بمقتضاها يتم وقف الحرب وإدخال المساعدات ثم الإفراج عن الرهائن. صحيح. معالي النائب تم تحديد موعد لبداية الهدنة ولا لسه ما فيش اتفاق لحد الوقت؟ يعني حتى الآن الاتصالات الكثيفة ما زالت مستمرة، وأعتقد أن الساعات القليلة القادمة ستحمل الجديد في هذا الإطار. نشكر حضرتك جداً الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى بكري. إدارة التجنيد والتعبئة دفعت لجان لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم بمحافظات دمياط والغربية. هنروح نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية والتيسيرات التجنيدية لأبناء الشعب المصري خاصة لكبار السن وذوي الهمم، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي دمياط والغربية بدفع لجان تجنيدية لإنهاء المواقف التجنيدية لكبار السن وذوي الهمم بالمحافظتين. وخلال مراسم تسليم شهادات المعاملة التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص الإدارة على مسايرة حركة التطوير الشاملة لقواتنا المسلحة والعمل على تطوير منظومة الأداء داخل المناطق التجنيدية بما يحقق السرعة والدقة في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات للمواطنين. فيما ألقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مشيرة إلى أن ملف ذوي الهمم يعد من أهم الملفات التي تولي إليها المحافظة اهتماماً بالغاً. وخلال الفعاليات التي أقيمت بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، ألقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كلمة أشار فيها إلى حرص المحافظة على التعاون مع القوات المسلحة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وذلك لكونهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وتوفد أبناء محافظتي دمياط والغربية على اللجان التجنيدية وتوقيع إجراءات الكشف الطبي لإنهاء إجراءاتهم وتسلمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وقدموا عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام. حاجة مشرفة جداً والله، وإحنا بنشكركم جداً لأن أنتوا عاملين لهم بصراحة كل سبل الراحة. يعني كل حاجة فعلاً كانت متسهلة، مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة أن الواحد فعلاً يبقى اسمه تعب فيه. قمة التسهيل اللي عملوها لنا، وبنشكرهم على الخدمات اللي عملوها النهاردة والمقابلة وحسن الضيافة. ادانا معاد هنا وبصراحة قاموا معانا بكافة، يعني بصراحة الخدمات ممتازة جداً، احنا كنا نعمل ده في سنة. والله هم سهلونا بكل حاجة باللجنة الطبية. رحنا إدارة الجامعة، جامعة طنطا، ولقيت كل التسهيلات كلها من العساكر من الجنود بكله بأخدام مؤمن جوه بالكشف الطبي عليه، ما حسيتش بأي تعب خالص نهائي. أنا جاي النهاردة أخد المعافاة النهائية للجيش بالنسبة للتجنيد بتاع ابني. بصراحة القوات المسلحة قايمة بخدمة رائعة جدا جدا معنا وموفرة علينا حاجات كتير جدا، حاجة كده مبهرة، حاجة فيها إبداع، حاجة فيها فخر واحترام للإنسانية. حضر المراسم رئيس جامعة دمياط وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.
مشاهدينا لسه مكملين معاكم فقرة أخبار. امبارح 1 مايو احتفلنا بعيد دخول العائلة المقدسة لأرض مصر. يأتي مشروع إحياء مسار نقاط رحلة العائلة المقدسة 1 يونيو. أعتذر جدا. في إطار رؤية وزارة السياحة والأثار للتنمية المستدامة لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية. إحنا التفاصيل أكتر عن مسار العائلة المقدسة ورحلة العائلة المقدسة هيكون معنا المستشار عادل الجندي المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة والأثار. صباح الخير يا فندم. صباح النور عليكم. أهلا بحضرتك يا فندم منورنا. يعني عايزين حضرتك تكلمنا أكتر عن مسار العائلة المقدسة ويعني وصلنا فين من تطوير المسار يا فندم. طيب طبعا كل سنة واحنا كلنا طيبين وعيد دخول العائلة المقدسة 1/6 من كل سنة اللي هو ما يوافق بالتقويم القبطي 24 بشمس برضو من كل عام. العائلة المقدسة باختصار عشان الناس تعرف هي دخلت مصر من شمال شرق البلاد من عند رفح وعدت بحوالي 5 نقاط إلى أن وصلت إلى الفرمة. الفرمة دي شرق بورسعيد بحوالي 25 كيلو. فرمة أول نقطة فيها أثر مادي يمكن مشاهدته وزيارته. بعد كده العائلة المقدسة انتقلت إلى الدلتا في 3 مناطق مهمة اللي هي سخة في كفر الشيخ وفيها الفوت برينت أو قدم السيد المسيح عليه السلام مطبوعة على أحد الصخور هناك وثمنود وفيها المجهول المقدس وتل بسطة اللي كنا فيها امبارح بنحتفل باحتفالية كبرى بتعملها دايما محافظة الشرقية بعيد دخول العائلة المقدسة. وبعد كده طبعا عندنا مسترد اللي هي شمال القاهرة وشجرة مريم الشهيرة في المطرية و4 أديرة من أكبر الأديرة في العالم موجودة في وادي النطرون، أنبا بشوي، سوريان، براموس، أنبا مقار ومناطق القاهرة في مصر القديمة زي الكنيسة المعلقة ومغارة أبو سرجة. ومغارة أبو سرجة هي النقطة اللي اختبأت فيها العائلة المقدسة ومجمع أديان مهم في مجمع أديان حوالين هذه الكنيسة وده دليل على اللحمة والتلاحم والتوحد الوطني للمصريين كلهم هناك مع عمر ومع اليهود مباشرة. نقطة مهمة جدا في القناة الناس كتير برضو تعرفش ان مجمع أديان تاني اللي هي كنيسة دويلة وحالة الحديد اللي هي بجوار الأزهر والحسين وموجود في بقرب من الكنيسة معبد موسى بن ميمون. من النقاط المهمة كمان اللي انتقلت لها العائلة المقدسة في صعيد مصر في المنيا في جبل الطيري أقوى نقطة وطبعا المنيا فيها كمارية وعشرين النصارى والجرنوس لكن طبعا جبل الطير هي من أقوى النقاط بذاته عالية بتبص على أجمل منظر في نهر النيل. وبعد كده أسيوط فيها نقطتين مهمين قوي درونكا اللي هي مغارة ظاهرة جيولوجية عملها ربنا فعلا لكي تختبئ فيها العائلة المقدسة مساحتها حوالي 600 متر بدون أي حاجة عمود في النص يعني يشيلها. والمحرة وده ليه وضعية خاصة جدا لأن فيها أقدم مذبح وأقدم كنيسة دشنها السيد المسيح بيده في المحرة. يمكن ده المسار أو وصف للمسار إيه اللي تم فيه. إحنا انتهينا دلوقتي وجاهزين لاستقبال الحجيج المسيحي والزائرين الدوليين إلى كل المواقع اللي تحمل أثر مادي. برحب بحضرتك معالي المستشار. اهلا اهلا مايكل بيه. منورنا يا فندم. الله يخليك. حضرتك قلت لنا طبعا اهم النقاط او ذكرت كل النقاط اللي في مسار العائله المقدسه. تمام. عايزين كمان نوضح للناس النقاط دي بدايه من الفرمة في منطقه رفح لحد اسيوط كام محافظه بتشترك في المسار؟ هم حوالي 11 محافظه. المسار عدى ب 11 محافظه يعني لو قلنا لهم مثلا شمال سيناء فيها فرمة ومعاها بورسعيد بتشترك معاها. القاهرة فيها نقاط القاهرة الكبرى حوالي 7 نقاط. محافظة القليوبية للمعرفش أن مسترد تقف إداريا تبع محافظة القليوبية. محافظة الجيزة كمان الناس كتير ما تعرفش أن معبد ميت رهينة اللي هو موجود حاليا هو نقطة مرور حياة مقدسة في رحلة الانتقال إلى الصعيد. محافظة البحيرة فيها وادي النطرون. محافظة المنيا فيها جبل الطير و3 نقاط. محافظة أسيوط فيها نقطتين مهمين جدا. والشرقية كمان. طبعا ده لسه الدلتا الشرقية والغربية وكفر الشيخ. صحيح. وال11 هي دقادوس اللي في الدقهلية. سعادة المستشار يعني كل مكان راحته العائلة المقدسة سابت فيه علامة.
احنا عايزين نعرف من حضرتك مسار او مشروع مسار رحله العائله المقدسه الى اي مدى بيساهم في الترويج للسياحه في مصر يا فندم؟ شوف احنا بنعتبر المشروع ده هو فيه عده رسائل، يمكن المشروع ده يمكن الوحيد اول مره نغير الرساله الاعلاميه السياحيه. كنا زمان بنقول تحسين الصوره الذهنيه للمنتج السياحي المصري لدى السائح، هذا المشروع بنقول اظهار الصوره الحقيقيه لمصر امام السائح، لان المشروع ده فعلا بيدل سوري على قد ايه ان هي مصر بتحيي اي حاجه بتلمس تاريخ امتها. المسار العائله المقدسه ودخول العائله المقدسه جزء كبير من تاريخ الامه، ومش بس كده جزء كبير من تاريخ البشريه. دخول العائله المقدسه لمصر واختيار ربنا سبحانه وتعالى ارض مصر لكي تكون ملجا ومامن ليهم ساهم كتير جدا في انتشار المسيحيه في العالم، فالعالم كله لازم يقدر دور هذه الارض في حمايه العائله المقدسه ودور هذه الارض فعلا في البشرية وفي كل رسائل السلام اللي وجهت للبشرية من هذه الأرض. فدي رسالة كبيرة جدا بنروج بيها لمصر كأرض، بنروج بيها للمظهر الحضاري المصري، إن مصر مهتمة بكل شيء عندها بيحيي تراثها وتاريخها. العائلة المقدسة عند إتمامه أو دلوقتي هو خلاص الحمد لله تم، وإحنا بنبتدي عمليات ترويجية متوقع يجذب ملايين من الحجيج المسيحي والزائرين. بقصد هنا الحجيج المسيحي لأن إحنا بنعتبر رحلة العائلة المقدسة أو زيارة مواقع العائلة المقدسة رحلة حج مكمل تكتمل حجة المسيحي بزيارة بيت لحم الأردن حيث المقدس ثم مسار العائلة المقدسة في مصر. الحاجة الظاهرة السياحية الدولية والإنسانية إن ده أطول مسار حج مسيحي في العالم داخل دولة واحدة، 3500 كيلو 25 موقع، ظاهرة لن تتكرر أبدا على وجه الكرة الأرضية. بيجيب شريحة مهمة جدا من الزائرين اللي هم الحجيج. مين هم الحجيج؟ في معظمهم بيبقوا هم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ليه بنشير لدي سياحيا؟ لأن كل حاج مسيحي أو كل زائر لازم بيجي معاه اتنين أو تلاتة عشان يساعدوه على مشقة الرحلة، وبالتالي احنا بنضرب عدد الزائرين في اتنين أو تلاتة، فهو بيعظم جدا أعداد السائحين. الحاج المسيحي دايما بيبقى طويل مدة الإقامة، بيقعد أكتر من مدة الإقامة المعتادة للسائح. السائح العادي بيقعد من 6-7 ليالي في مصر، ده ممكن يقعد 10-11 يوم. ولو حب يزور المسار كله وده هتبقى حاجة طويلة جدا، حوالي 21 يوم كاملة. عشان معالي المستشار عايز أسأل حضرتك، هل تم الانتهاء إن المسار كله يكون فيه خدمات؟ يعني أنا كأجنبي جاي من بره أقدر أعرف وتكون عندي خدمات حوالين كل منطقة أروح فيها، في شرح تفصيلي، في خدمات لمحطات تفصيل البنزين مثلا، للحاجات الأكل والشرب، هل في استعداد كامل كمان، وجود بازارات، يعني هيبقى في حركة وفي رواج في المنطقة دي كلها في كل المسار؟ هو حاليا في حركة وفي رواج وفي زيارات دولية بتروح كل المناطق اللي احنا طورناها، عشان مهم قوي برضه أقول لحضرتك إزاي طورناها، إيه عناصر التطوير عشان حضرتك بتسأل على الخدمات. ما فعلته الدولة على مدار 10 سنوات يمكن دي مش كتير حد يعرفها. هذا المجهود يعني 25% فقط من المطلوب استثماريا حول المناطق. ليه؟ لأن الدولة بتمهد الطريق لدخول أكثر الخاص. لكن 25% دي كان فيها تنمية جذرية، كان في مناطق ما فيهاش طرق وصول، عملنا أكثر من 85 كيلو بتبقى فيها طرق وصول سياحي مريحة وآمنة ومزودة باللفتات الإرشادية اللي حضرتك بتسأل عليها عشان ننتقل من نقطة لنقطة. عملنا تطوير عمراني للمحيط بتاع كل منطقة أثرية دخلت العائلة المقدسة عشان تحسن التجربة الذهنية لدى السائح. طورنا المناطق دي وزودنا أهم عنصر اللي هي التورست تويلتس أو دورات المياه السياحية في كل المناطق عشان الشريحة إلدرز وديسيبلز. كمان في انفورميشن ساين بوست بقى، معلوماتية، لوحات معلوماتية بتقول أنا فين من المسار والنقطة اللي جاية لو حبيت أروحها أنتقل لها إزاي، وبتحكي تاريخ هذا الموقع كله. عملنا مطويات موجودة في كل المواقع هناك وفيزيتور سنتر أو مراكز زائرين زي واحد كبير قوي في جبل الطير على مستوى مهم جدا جدا. كمان عملنا صممنا شعار للعائلة المقدسة هتلاقيه موجود على كل اللافتات المرورية قبل كيلو أو أكتر من دخولك لموقع العائلة المقدسة. ده 25% ليه؟ لأن إحنا أهلنا المنطقة للزيارة، مفيش مستثمر هيجي يبني إيكولوجي أو فنادق بيئية أو خدمات بنزين زي ما حضرتك بتقول إلا ما تكون المنطقة جاهزة بهذه الطريقة، إلا ما يكون في قدامه إثبات إن في زيارات بتروح
وبالتالي احنا دلوقتي فعلا بدأنا نستقبل طلبات مستثمرين بقى علشان يبنوا طاقة فندقية حوالين هذه المواقع في المناطق التي تفتكرها، وعشان يعملوا محطات بنزين عشان هم كمان يستفيدوا وتحقق لهم مكاسب سياحية. سيادة المستشار، يعني قبل 1 يونيو ازاي بيتم تذكير الناس او الترويج لرحلة او مسار العائلة المقدسة او للعيد عموما؟ بصي، هو دلوقتي المصريين خلاص ما بقوش محتاجين يتذكروا، لان احنا بقالنا 10 سنوات بنحتفل بدخول العائلة المقدسة يوم 1 يونيو، وقبلها دايما الوزارة ليها فعاليات كتير قوي، وزارة السياحة والاثار على اعتبار ان هي صاحبة الفكر التنموي والاستراتيجي بتاع المشروع، ودايما طبعا احنا مع وزارة المحلية عشان بننزل الاتصالات المباشرة بين مؤسسات الدولة دي الحكومية والقاسم المشترك أو مرجعيتنا كلنا التاريخية والدينية هي الكنيسة المصرية الأصيلة. أنا بسميها دايما الكنيسة المصرية الوطنية، لأن هي دايما لما بنرجع لها في كل الفعاليات بننسق طبعا هذه الفعاليات، عشان حاجة مهمة قوي، لأن احنا بنقول كلنا إن هو ده المشروع اللي بيؤدي لحالة من الانتماء الوطني لجهود الدولة. لازم نقول للمواطن المشروع ده هيفيدك ازاي، يعني الحملات التوعية للمواطنين المصريين ازاي هتوفر لك فرصة عمل في مناطق كانت في الماضي بنقول عليها فقيرة ومهمشة، الآن مناطق سياحية، مناطق الريف الصعيد وفي الدلتا. لك أن تتخيلي إن سمنود كانش حد يعرف يخش أبدا الكنيسة نتيجة الباعة الجائلين وعشوائية الشارع وعدم تهذيب وجهات المحلات. دلوقتي بقت قطعة من المسارات الدولية تقدر تخشيها بمنتهى الرقي، الناس بتتعامل بمنتهى الاحترام مع الزائرين هناك. ففي حراك مجتمعي نشأ نتيجة جهود الدولة اللي قالت للمواطن المحلي أنا موجود عندك في مكان إنتاجك وممكن أوفر لك عملة صعبة من غير ما أحملك أي أعباء، لكن بسلوك حضاري، بسلوك يعبر عن قوة ما تمتلكه أنت من إرث إنساني ممثل في مسار العائلة المقدسة. احنا بنشكر حضرتك جدا سيادة المستشار عادل جندي المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة والأثار، كنت معانا على الهاتف الفندم. شكرا جزيلا لحضرتك، كل سنة وحضراتكم طيبين. حاجة مشرفة جدا مسار العائلة المقدسة، وزي ما كان بيقول معالي المستشار يعني أكبر طريق للحج المسيحي على مستوى العالم. أنا كان نفسي بس أضم صوتي وأقول أهم من الرواج خارجيا واستقطاب السياح الأجانب، الأهم إن إحنا كلنا كمصريين نعرف النقاط اللي مشيت فيها العائلة المقدسة، وكلنا يكون عندنا معرفة وثقافة فيما يخص هذا الشأن. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول تنظيم المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقبية والإصلاحية بأكاديمية الشرطة. نطلع نشوف التقرير ده، وبعد التقرير خليكم معنا. ترسيخاً لقيم العمل العربي المشترك وحرصاً على تبادل الخبرات بخاصة في المجال الأمني وصولاً لتحقيق الأمن والاستقرار، استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي شهد استعراض التجارب الوطنية للدول المشاركة في مجال تطوير المؤسسات العقابية، ومن بينها التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل. النهضة الكبيرة التي تعيشها مصر لم تقتصر فقط على ما يتعلق بالنواحي البنية التحتية وغيرها من هذا، إنما أيضا وصل إلى الإصلاحيات التي رأينا فيها تطورا كبيرا جدا. لا شك بأن مثل هذه الفعاليات أو الملتقيات أو المناسبات تعزز من التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى تساهم في التعرف على العديد من الجوانب الإيجابية فيما يتعلق بالنسبة حق تجارب الدول الأخرى. ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالمنظومة العقابية، من بينها العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وتأثير العقوبات على الترابط الأسري، فضلاً عن شمول الرعاية الاجتماعية النزلاء وأسرهم في إطار التطوير الشامل للنظم العقابية في الدول العربية. وعمل هاي المؤتمرات يعني مفيد لكافة الدول وخاصة في الوطن العربي، يعني لما لها دور يعني لنقل المعلومات من دولة لدولة وأخذ المبادرات
يعني كل ما هو جديد في المؤتمر. التجربة المصرية حقيقة تجربة جميلة رائعة، ونتمنى يكون الأخوان الآخرين يحذو حذو هذه التجربة في تنفيذها. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، نظمت وزارة الداخلية زيارة للمشاركين من مختلف الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. نظمت زيارة لهم لمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، والذي يعد أحد المراكز التي أنشأتها الدولة لتطبيق أحدث النظم العقابية ذات الأبعاد الإنسانية، والتي أثبتت نجاحاً كبيراً وفقاً لما أكدته المنظمات الدولية والإقليمية التي قامت بزيارة هذه المراكز. المشاركون في المؤتمر أشادوا بالطفرة الإنشائية للمركز وبالمرافق الصحية والخدمية والتعليمية والتأهيلية التي يتمتع بها لتوفير أقصى درجات الرعاية للنزلاء والمساهمة في تأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع وفقاً لأعلى المقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أبدوا رغبة كبيرة في نقل التجربة المصرية لبلدانهم. تجربة رائعة، تجربة مفيدة، جديرة بالاهتمام، جديرة بالاحترام، تعطي إصلاح كامل للنزيل. هذه فرصة لنا كلنا هنا حاضرين أن نتبادل مثل هذه الخبرات والتجارب وهذه المكاسب للبلدان العربية حتى نصل إلى المبتغى، وهو إعادة تأهيل الشخص في بيئته العادية وهي المجتمع. انتقلت الوفود العربية بين جنبات المركز، حيث شاهدوا برامج تأهيل السيدات والتي تمكنهم من تعليم مختلف الحرف التي استطاعوا إتقانها بدقة كبيرة، وكذا الرعاية المقدمة لهن بخاصة السيدات الحاضنات، حيث يوفر لهم المركز حضانة لقضاء وقت مع أطفالهن. ما شاهدناه اليوم يعني أعتقد ليس بغريب على شعب مصر، كتحدي وكمنجزات تنضاف إلى إنجازات أخرى. ومصر بطبيعة الحال معروفة بالرياضة في جميع المجالات، وينضاف اليوم مشروع جديد أعتقد أنه يترجم الفلسفة الحديثة للعقاب. فقد حقيقة سعدنا بما شاهدنا من إنجازات ومن أيضا إمكانيات ومن حقيقة رغبة صادقة في تغيير المفهوم المعتاد للسجن إلى مفهوم آخر جديد واللي هو عمول الإصلاح. تجربة إصلاحية وتأهيلية مصرية متفردة أشاد بها المشاركون في المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، داعين الدول الأعضاء للاستفادة منها نظرا لنجاحها في تأهيل النزلاء وتسهيل اندماجهم في المجتمع وفقا للمعايير الإنسانية الوطنية والدولية. مفيش اقتصاد في أي دولة يقدر يقوم من غير مصادر للطاقة. افتكر معايا في 2011 و2013 كان حال البلد صعب، تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، ده غير العمليات الإرهابية والتخريبية لمحطات الكهرباء اللي كلفت أكتر من 650 مليون دولار، ووصل عجز إنتاج الكهرباء ل 6000 ميجا وات يوميا. الدولة نفذت استراتيجية متكاملة عشان نقضي على أزمة الطاقة من جذورها بتكلفة 1.8 تريليون جنيه. كان أهم أركانها
تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وترشيد الطاقة وتحسين كفائتها وتقليل الهدر. وبلغ إجمالي الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 585 مليار جنيه. وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل وتوزيع الكهرباء من عام 2014 وحتى عام 2022 ما يقرب من 165 مليار جنيه عن طريق إقامة أكثر من 600 مشروع. ليصبح عندنا قدرات مركبة قادرة على إنتاج 210 مليار كيلو وات في الساعة من الكهرباء، وده في سنة 2022 من 105 مليار كيلو وات في الساعة سنة 2014، وده معناه إننا في 9 سنين بس قدرنا نزود إنتاجنا بأكتر من 100% من إنتاج مصر في تاريخها. نفذت الدولة العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية، خلت مصر تاني أكبر دولة في المجال ده في إفريقيا. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 3 مليار دولار في نهاية عام 2021. فكانت النتيجة مجموعة من المشاريع العملاقة، منها محطة بنبان للطاقة الشمسية. بيتم إنتاج حالياً 1465 ميجا وات. ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات. اتنفذ المشروع على أرض أسوان بأيدي مصرية خالصة، ووفر أكثر من 20,000 فرصة عمل. إنشاء محطات خلايا فوتوفولتية في كومومبو والزعفرانة بقدرة إجمالية 76 ميجا وات. وكذلك محطات رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات، بالإضافة إلى محطتي رياح قطاع خاص رأس غارب وغرب بك بقدرة إجمالية 500 ميجا وات. وكانت النتيجة تحقيق مصر زيادة بمقدار 480% عن 2021 في خطوط الطاقة المتجددة غير المائية مقارنة ب 2014. كما أن هناك عدد 7 مشروعات تحت الإنشاء رياح وشمس بإجمالي قدرات 3500 ميجا وات، وسيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية عام 2025، وده من خلال القطاع الخاص باستثمارات أجنبية مباشرة تصل ل 4.5 مليار دولار. جاءت مصر في المركز الـ 32 بين الـ 141 دولة عام 2019 في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، وثالث أكبر دولة في توليد طاقة الرياح في إفريقيا في 2020. عشان توصل نسبة الزيادة في الناتج المحلي لقطاع الكهرباء عام 2022 ل 304% مقارنة بعام 2014. واستكمالاً لإيمان الدولة بأهمية الحد من الانبعاثات الكربونية، بتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 144 مليار دولار بحلول عام 2035. وبالفعل تمكنت مصر من تصدير الطاقة الكهربائية بكمية بلغت 790 مليون كيلو وات في الساعة عام 2022 بزيادة 75% مقارنة بعام 2014. وفي خلال 9 سنين تحولت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ووقعت عدد من الاتفاقيات لإطلاق عدد من مشروعات الربط الكهربائي مع قارات العالم الثلاثة آسيا وإفريقيا وأوروبا. يوم عن يوم إنجازاتنا في الطاقة بتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية اللي بنسعى لها، لكن خيرها يعم على كل أهالينا، وهي دي حكايتنا، حكاية وطن. مرحبا بكم من جديد، ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول انطلقت فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته 10 تحت شعار من الرؤية إلى الواقع سياسة الطاقة البديلة لمستقبل مستدام، والذي نظمته المنتدى المصري للتنمية المستدامة في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لمواكبة 5 يونيو
من كل عام. عشان خاطر نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر معنا عبر الهاتف دكتور مدحت الصالح أستاذ إدارة والتنمية المستدامة. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم. تحياتي واحترامي لحضرتك. منورنا يا فندم. تحياتي. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية فندم ناخد فكرة عن المؤتمر وأهمية هذا المؤتمر في هذا الوقت. دكتور سمعني؟ أيوة سهلا حضرتك يا فندم. ناخد فكرة عن المؤتمر ونعرف أهمية هذا المؤتمر في هذا الوقت. في البداية اسمحوا لي أن أنا أهني بعيد 1 يونيو اللي هو بداية دخول بداية رحلة العائلة المقدسة لمصرنا الحبيبة. وكمصري فعلا بأشعر بفخر بهذا وأشعر أن ربنا سبحانه وتعالى خص مصرنا الحبيبة مسيحيين ومسلمين بهذا الشرف العظيم. ننتقل إلى المنتدى وما حدث به أو النبأ أو الثورة العاشرة لهذا المنتدى هي استمرار لفعاليات الحكومة المصرية في هذا الشأن بمنتهى الجدية والخدية للوقوف للسعي لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها وبكافة أهدافها، سواء كانت الأبعاد الأمومية الثلاثة الشهيرة، الأبعاد الاجتماعية والأبعاد البيئية والأبعاد الاقتصادية. ويمكن ان انا تشرفت بانه ضفت لهذه الابعاد من خلال دراساتي المتخصصه ورسالتي في الدكتوراه من سنوات خلت وبقيه الابحاث ابعاد اخرى متعلقه بالبعد السياسي والاداري والبعد الثقافي والبعد العقاري. لكن المنتدى يعقد في وقت فعلا هو احنا كمصر والعالم بنتسابق لتحقيق هذه الاهداف 17 من خلال الابعاد السابقه ذكرها. ويمكن الأسبوع الوطني اللي هو في دورته العاشرة للتنمية المستدامة صارت هذه المرة بحضور كوكبة من رجال السياسة والحكومة المصرية والمتخصصون من مصر الحبيبة ومن دولات العربية الشقيقة، خاصة الدولتين اللي هم كانوا كوب 27 مصر وكوب 28 اللي هم كانوا الإمارات. وزيرة التضامن دكتورة ليفين القباش تحدثت عن رؤية مصر 2030 وتحدثت عن الاستراتيجية المصرية 2050 لتغير المناخ. أهمية الأسبوع هو يوم أو منتدى سريع أو لقطات أو مؤتمر لا يكفي لهذه الفعاليات العديدة والمتعددة. أهمية أن احنا بنقف يا أستاذ بيتي وعلى ما حدث في مصر، على ما حدث في العالم وما قد وما حدث في مصرنا والفروق، هل لصالحنا ام لصالح العالم؟ ما الذي سنتعلمه من تجربه العالم؟ تفضل حضرتك. تحياتي لحضرتك دكتور مدحت. وزي ما حضرتك قلت معالي الوزيره نيفين القباج اتكلمت خلال المؤتمر عن تبادل الرؤى والالتزام بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال يعني تبادل الأفكار والمقترحات مع يعني الدول المشاركة. أنا عايز أعرف من حضرتك المؤتمر تحت شعار من الرؤية إلى الواقع سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام، يعني إحنا بقينا فين يا فندم من علاقتنا بالطاقة والمستقبل المستدام دلوقتي؟ حقيقة خاصة حضرتك أستاذة نيرفين فعلا هو ده شعار المؤتمر فعلا. هو إيه؟ إحنا دايما لازم عندنا رؤية، عندنا خطط، عندنا فيجن، عندنا ميجن، عندنا حاجات كتير قوي صاحبها ممكن على كتخطيط وكاستراتيجيات وما إلى ذلك. لكن الواقع وصلنا لإيه؟ اللي مهم جدا إن إحنا نقف في لحظات ونتروى يمينا وننظر يمينا ويسارا وما خلفناه خلفنا، هل نحن نسير في الطريق الصحيح أم أننا أخطأنا أم هنالك بعض الومضات الحمراء التي تعني أننا نحتاج إلى تعديل هنا جزئي وتعديل هنا قد يكون كلي وما، وليس هذا بعيب في الاستراتيجيات خاصة الاستراتيجيات بعيدة الأمد. الأوبا المصرية نجحت بالفعل في صياغة وتحقيق العديد من الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة، وأصبح الواقع يشير إلى مصر أننا فعلا من الدول التي حققت نجاحات تذكر. وهذه ليست شهادتي فقط كمصري عظيم أو شهادة حضرتك أستاذ نرمين أو شهادة أستاذ، لا ولا أستاذ مايكل ولا ميسات ولا مصر
قد تكون الشهادات مجروحة، ولكن الأمم المتحدة حينما تشير إلى مصرنا الحبيبة بأنها على سلم إنجازات التنمية المستدامة، وتقول أنهم رغم ما كل ما يمرون به من صعاب، إلا أنهم ماضون في تحقيق العديد من الأبعاد والأهداف للتنمية المستدامة. يكفي أن مشروع حياة كريمة الذي دائما ما أطلق عليه حياة كريمة للجميع نجح بالفعل في أن يتبوأ مراكز عالمية على المستوى العالمي، وهم في اليونايتد نيشن يشيرون إليه. ايدل ستاندرد فور سستينبل ديفلوبمنت ان ايجيبت جو، هنالك مشروع نموذج مثالي للتنمية المستدامة في مصر، انظروا إليه أو اذهبوا إليه وانهلوا منه. هذا ما يحدث بالفعل. فهو نموذج. دكتور مدحت، الحديث عن التنمية المستدامة بصراحة ما نقدرش نختصره في دقائق معدودة، اللي طبعا شفنا اتجاهات الدولة وخطة الدولة 2030 و2050، وبصراحة خلينا نقول يعني الحال والحالة الاقتصادية والبيئية قبل 10 سنين كان وضعه، وفي خلال 10 سنين تم يعني طفرة كبيرة فيما يخص هذا المجال. كل التوفيق والنجاح والتقدم في هذا المجال، وطبعا دي خطة بيوضعها فخامة الرئيس بالاشتراك مع الحكومة. نشكر حضرتك جدا دكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، على هذا الشرح الوافي. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فقرة الأخبار بعد الفاصل. عشان يبقى الشهيد مرتاح.
حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. زي ما مايكل كان بيقول في بداية الحلقة، الجو ابتدى يتحسن، ساعات بيكون الجو حر لكن يعني بقينا ألطف بكتير من الأيام اللي فاتت. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثر البلاد بكتل هوائية حارة تؤثر على كل أنحاء البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها على مدار الأيام المقبلة. إحنا التفاصيل أكثر عن حالة الجو خلال الأيام الجاية هيكون معنا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير يا فن. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. أهلا بحضرتك يا فن. يعني عايزين نطمن على حالة الجو الأيام الجاية يا فن. احنا بالفعل بدأنا في موجة شديدة الحرارة، يمكن بدأت منذ أول أمس بارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة. الموجة دي إن شاء الله مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل، درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية ومستمرة لأكثر من أسبوع، علشان كده أطلقنا عليها موجة شديدة الحرارة بتأثر طبعا على كافة مناطق الجمهورية. العظمى اليوم متوقعة للقاهرة 37 درجة مئوية، وتفضل ترتفع بشكل تدريجي حتى تصل على نهاية الأسبوع إلى 40 درجة مئوية يتم قياسها في الظل ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. كلما اتجهنا جنوبا من القاهرة في اتجاه محافظات الصعيد بترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي علشان نوصل ل 45 درجة مئوية على جنوب الصعيد. وعلى العكس تماما، كل ما اتجهنا في اتجاه شواطئ البحر المتوسط بتقل درجات الحرارة تدريجي علشان تسجل السواحل الشمالية ما بين 31 ل 33 درجة مئوية. بالفعل زي ما أشرنا هي موجة شديدة الحرارة، بيكون معها نشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية، لكنه بيكون نشاط قوي على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مثير للرمال والأتربة هناك، وأيضا نشاط قوي على البحر الأحمر بيؤدي لارتفاع في الأمواج بيصل ل 3 متر على شواطئ البحر الأحمر، لكن البحر المتوسط معتدل تماما وارتفاعات الأمواج لا تتجاوز 1.5 متر. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح مع حضرتكم للخبر اللي بعده، وبنتكلم عن حاجة مهمة جدا، بنتكلم عن خدمة أتحبني. خدمة أتحبني إحدى الخدمات اللي بيقدمها المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي، وبصراحة هي أطلقت حاجة مهمة جدا. من أول السنة كان يعني في فكرة لطيفة جدا، وفكرة الدروس، فكرة احنا ناخد بالنا من طلاب الإعدادية والثانوية العامة، ويكون في مدرسين أكفاء موجودين بيقدموا كل الدعم وكل ما يحتاجه الطلب من دروس في جميع المواد عشان تساعدهم. الفكرة جات ازاي؟ فكرة الدروس الخصوصية دي بصراحة برقم كبير جدا، لكن المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي واللي حضرت صاحب النيابة الأنبا أرمية يرأس هذا الكيان الكبير، وكان على عاتق حضرت صاحب النيابة الأنبا أرمية أن يقدم كل الدعم للطلاب، الدعم الثقافي والمعنوي والخدمات فيما يخص الدروس، وكل طبعا كل حاجة بتقدم بالمجان. وطبعا بدأنا نقدم المرجعات النهائية للإعدادية وكمان لطلاب الثانوية العامة، وكل ده موجود على اليوتيوب، وكمان تم رفعهم الجزء الأول والثاني للثانوية العامة مادة الاستاتيكا ومادة التربية الوطنية، وكل ده موجود على قناة اليوتيوب فيما تخص قناة ميسات، وأي حد يقدر يشوف المراجعات النهائية. ونتمنى النجاح والتوفيق لكل الطلاب، وإحنا بنقدم أي حاجة، أي حاجة تساعد الطلاب أن يكون فيه فكر وثقافة وعلوم فيما يخص عماد هذا الوطن، وهم الشباب الجميل اللي ربنا ينجحهم ويوفقهم يا رب. مشاهدينا كده خلصت فقرة الأخبار، وهنروح مع بعض لفقرة الصحافة. هيسعدنا ويشرفنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي إبراهيم طه بعد الفاصل، خليكم معانا. Thank you.
برحب بحضراتكم من جديد. وصلنا الوقت لفقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. بسعدنا وشرفنا يكون موجود معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم طه. صباح خير يا فندم. صباح الخير أستاذ مايكل، ويعني تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل. منورنا يا فندم، صباح مي. الله يكرمك وشكرا، وبهني كل مصر بعيد دخول العائلة المقدسة لمصر، لأنه عيد هام جدا، ومصر فيه تكرمت بأن هي جميع الدول دخلتها المسيحية، لكن مصر من الدول اللي دخلها السيد المسيح بنفسه. صحيح. ده حاجة عظيمة جدا لينا كلنا. صحيح. ناخد مع بعض الخبر الأول، والخبر الأول من جريدة الأهرام. الرئيس السيسي يؤكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسيع تداعيات إنسانية وأمنية. حرص السيناتور لينسي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتماد العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على استماع لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسعات تداعيات إنسانية وأمنية، محذرا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية. خليني أسأل حضرتك في البداية أهمية هذه الزيارة، زيارة السيناتور في الوقت ده، والتوقيت ده كمان بيحمل إيه؟ احنا شفنا تقديم بعض المقترحات أو بعض المراحل الثلاثة اللي اقترحها الرئيس الأمريكي جون بايدن، أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت. اولا مهم جدا ان احنا ناكد ان تكاتف الجهود الدوليه لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها انسانيا وامنيا ده جزء هام جدا من الرؤيه الوطنيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللاداره السياسيه المصريه، لان حرب غزه حاليا او نقدر نقول القضيه الفلسطينيه هي قضيه تشغل السياسي المصري منذ القدم. مصر لديها ثوابت في القضية الفلسطينية، مصر عندها مساعي دؤوبة دايما من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، مصر لديها من ضمن الثوابت التوصل لتسوية عادلة شاملة من أجل استقرار المنطقة، لكن اللي احنا بنشوفه في الفترة الأخيرة من الجانب الإسرائيلي هو جانب عدواني دايما، جانب فيه كثير من الظلم والتجني على صحيح. الجانب الفلسطيني. والخطوات الأهم حاليا هي وقف الحرب ومنع توسع تداعياتها. الزيارة هي زيارة هامة جدا، وأولا هي كمان فيها جزء من أهميتها هو الاستماع المباشر للرؤية السياسية للإدارة السياسية المصرية. هنا مهم جدا ان احنا نأكد على ان الإدارة السياسية المصرية عندها رؤية واضحة وعندها خطوات تقدر تقول انها خطوات للحل لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية اللي بيعاني منها اهالينا في قطاع غزة. لكن هل امريكا هتقدر تاخد بالرؤية السياسية المصرية؟ اتمنى، لان تداعيات ده خطير جدا على الأمن القومي الإقليمي. صحيح. تحياتي لحضرتك أستاذ إبراهيم، وهنروح مع بعض الخبر اللي بعده، هو في نفس السياق من جريدة مصراوي. مصدر رفيع المستوى اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح. أعلن مصدر رفيع المستوى أن مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه. أكد المصدر بذل جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير. يعني عارفين وشفنا طبعا جهود مصر من بداية الأزمة في قطاع غزة، حضرتك شفت الخبر إزاي فن؟ أولا تحياتي لحضرتك وبشكركم جدا. دي الجزئية في الخبر بقى لو اتكلمنا عليها، أنا شايف إن الخبر ده بيأكد إن مصر زي ما قلنا في الخبر اللي قبله عندها رؤية للقضية الفلسطينية بشكل كامل. مصر كانت واضحة وصريحة ورفضت إعادة فتح معبر رفح إلا بشروط، الشروط دي كان من ضمنها إن يكون الجانب الفلسطيني هو اللي مسيطر على على المعبر من الجانب الفلسطيني مش الجانب الإسرائيلي، وده مهم جدا. دي حاجة. الجزئية الثانية اللي لازم نتكلم فيها ونوضحها إن مصر مصرة وعندها
يعني قرار واضح في أن دخول المساعدات الإنسانية لغزة لازم يتم. الاجتماع لو تم وشفنا الخطوات اللي هتتم بشكل كامل في الفترة الجاية، الثوابت السياسية المصرية بتأكد على أن استئناف العمل في معبر رفح يكون من الجانب المصري والفلسطيني دون أي شروط مسبقة. الجزئية الثانية أن دخول المساعدات ده جزء هام جدا من ضمن الاتفاق، لأن إخواتنا في غزة حاليا بيعانوا بشكل صعب جدا من قلة المساعدات الغذائية والدوائية والمساعدات الإنسانية بشكل عام. لازم يكون في كمان خطة لتأمين الحدود بين مصر وغزة، الخطة دي وفقا للثوابت السياسية المصرية ووفقا لمحددات الأمن القومي المصري. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول وزير الدفاع الأمريكي سننعم بالأمان حال انتشار الأمن في آسيا. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن المنطقة المحيط الهندي والهادي ما زالت تحظى بأولوية بالنسبة لواشنطن، مؤكدا أن بلاده سوف تنعم بالأمان فقط في حال انتشار الأمن في آسيا. خلينا أسأل حضرتك، يمكن هنا تصريح غريب شوية، هنا بيربط أمن واستقرار الولايات المتحدة الأمريكية بأمن واستقرار المنطقة في تحديدا في قارة آسيا، حضرتك شايف الخبر ده إزاي؟ هو خبر زي ما قلنا لحضرتك قبل كده كمان، ان امريكا تقدر تقول انها اصبحت النهارده بتعاني من السيطره الصينيه، وشفنا قد ايه الصين في الفتره الاخيره وكوريا اصبحوا مزعجين بشكل كامل للولايات المتحده الامريكيه. النهارده الخبر اللي احنا قدامه دلوقتي وبصدد مناقشته ده بيأكد ان امريكا بتحس بالتأثير المباشر لكل التفاصيل والتحركات اللي بتحصل في اسيا. لكن هل امريكا في مأمن فقط لو كانت اسيا في امان؟ اعتقد ده خطر شديد جدا وده غلط، لان كمان القضية الفلسطينية لها جزء، كمان في قضايا تانية في العالم، شفنا الحرب الروسية الاوكرانية اثرت قد ايه على العالم. صحيح. امريكا لازم تتعامل بمنطق في سلاسة أكتر وفي ود أكتر مع العالم، لأن النهاردة بنفتقد حالة الود الأمريكي مع دول كتير جدا في العالم. صحيح. وشفنا الجوانب ده بدأت تظهر، شفنا الصين بدأت تتعامل إزاي اقتصاديا وبدأت تبعد مسافات كبيرة جدا ما بينها وما بين الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، وأعتقد أن ده كمان عسكريا هيقدر يظهر في الفترة الجاية. والتحالفات اللي بتتم ما بين الصين وروسيا هي تحالفات مزعجة جدا للولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. هنروح للخبر اللي بعده من جريدة المصري اليوم. رئيس الوزراء يتابع جهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. تلقى رئيس مجلس الوزراء تقريرا من الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. أشار دكتور محمد شاكر في مستهل تقريره إلى أن استمرارا لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، يعني اتجاه الدولة نحو استخدام وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والتخفيف من حدة الآثار المناخية والانبعاثات الكربونية، حضرتك شايف ده ازاي يا فندم؟ ده خبر من الأخبار المهمة جدا، واعتقد ان السادة المشاهدين هيشاركونا دلوقتي ان أهمية الخبر في ايه. أهمية الخبر لان احنا شفنا في الفترات اللي فاتت بقالنا فترة بنعاني كلنا من عملية تخفيف الأحمال في الكهرباء، لكن إذا كان مصر النهاردة وضعت حلول فهو حلول صحيحة تماما بدعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، لأن القطاع ده هام جدا. الحكومة بدأت النهاردة تفتح الباب لتلقي طلبات مشاركة القطاع الخاص وفي مشروعات إنتاج الكهرباء. الباب ده حسب المعلومات المنشورة في الخبر إنه هيستمر لمدة 3 شهور، لكن هل القطاع الخاص هيقدر يكون على نفس يعني الدولة مدت إيديها؟ هل هيكون القطاع الخاص كمان على نفس المستوى وهيقدر يدخل بنفس الجدية ويشارك الدولة المصرية في إنتاج الكهرباء؟
أعتقد أن دي خطوة هامة جدا لو أحسن القطاع الخاص استغلالها. الحكومة النهاردة بتستهدف زي ما احنا عرفنا أن المرحلة الأولى بتستهدف إقامة 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء. 5 مشروعات هيكون إجمالي الطاقة المستخرجة منهم 500 ميجا وات، وهو حجم كبير جدا. أتمنى أن الشركات الراغبة في مشاركة القطاع الحكومي وهي شركات خاصة تقدر تدخل بشكل سريع جدا وتبدأ تقدم الطلبات، لأن ده هام جدا حتى كمان فيه استثمار بالنسبة لهم يعني، وهيكون استثمار مربح على المدى القصير والمدى البعيد. أعتقد أن القواعد التنظيمية كمان للاتفاقية ديت أو الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، هيكون القواعد التنظيمية هتكون وفقا للثوابت المصرية وثوابت الاستثمار المصري، واتساقا مع القرار المصري الجاد جدا في أهمية مشاركة القطاع الخاص في وفقا لسياسة أو وثيقة ملكية الدولة. صحيح. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده، وأنا شايف أن الخبر ده خبر مهم جدا، والخبر من جريدة الشروق. الخبر بيقول وزير التعليم الثانوية العامة الجديدة ستكون من 4 مسارات. أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ملامح التطوير في نظام الثانوية العامة، قائلا سيكون هناك قانون خاص بالثانوية الجديدة ويعرض على مجلس النواب، ولكن لم نحدد موعد تطبيقه بعد، وبالتالي الثانوية العامة الحالية مستمرة لحين صدور القانون. وقال أيضا أن الثانوية العامة الجديدة لن تكون بشعبتها العلمي والأدبي، بل عبارة عن 4 مسارات، وكل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات، وسيكون هناك 4 مسارات، وهو القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية. يمكن أن عندي 500 سؤال فيما يخص هذا الموضوع، وبصراحة أي حديث عن نظام جديد فيما يخص الثانوية العامة، أي حد سواء من أولياء الأمور أو من الأشخاص العاديين، كلنا بنخاف. لا شعوري كده، كلنا بنخاف المساس بنظام جديد ونتعود عليه، وبصراحة ربنا يكون في عون الطلاب كمان. وفكرة أن يكون في نظام جديد ما فيهوش علمي وأدبي، ونظام في مسارات 4 فيما يخص الهندسة والطب والذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية، وفكرة أني ما يكونش تراكمي هنا، يعني خليني أسأل حضرتك فكرة عن هذا المشروع، لأنه خلاص ما بقاش لسه قانون، لسه هيورد على مجلس النواب، ومتى القبول؟ يعني ما حدش هيعرف دلوقتي قبول أيوة أو لا، لأن السؤال ده برضو صعب، ولكن نعرف رأي حضرتك في الخبر ده. طيب أنا بتفق مع حضرتك في أهمية الخبر ده، لأنه كل البيوت المصرية يعني الخبر ده بيمسها بشكل ما يعني. لكن خلينا نتكلم على جزئتين حصلوا في الفترة الأخيرة. حضرتك شفنا في الفترة الأخيرة السيد الرئيس شخصيا اتكلم على ان في وظائف في المستقبل لازم تكون الجامعات تستعد ليها وتتأهل ليها من دلوقتي، وشفنا أهمية الذكاء الاصطناعي وأصبح موجود في حياتنا بشكل كامل، وكلنا بنتابع ده وبنشوفه. الثانوية العامة هي كابوس وبعبع فعلا من قدم زمان لحد الآن. التغيرات اللي بتحصل هي أكيد تغيرات لازم تكون مدروسة، لكن المرة دي احنا شفنا الملامح التطوير بشكل مختلف. شفنا الأول بنطرحها هوت عشان كلنا نتناقش فيها ونتكلم فيها، وبعدين هتدخل مجلس النواب تتناقش بشكل أفضل وتظهر للناس بشكل قانون واضح المعالم. لكن النهاردة احنا قدامنا جزئية هامة جدا لطلاب الثانوية العامة، لازم يكون عنده حرية الاختيار، لازم يكون عنده تعدد للفرص، لازم يكون عنده ميزة نسبية للوظائف في المستقبل. صح. ولازم تكون المواد المؤهلة كلها هي مواد تتفق مع طبيعة المجتمع الحالي وتطورات العصر علميا كمان. استاذ ابراهيم، بس في نقطة برضو عايز يعني اخد رأي حضرتك فيها، فكرة ما تكونش تراكمية دي برضو، هل لها ميزة وعيب، ولا الموضوع هيكون مختلف على الطالب، ولا هيكون ازاي؟ والله هو في الحالتين بيكون يعني الامر فيه صعوبة على الطالب، سواء تراكمي او حتى يعني
بشكل منتهي سنة بسنة. لكن الفكرة في حد ذاتها النهاردة أنت بتحدد أربع مسارات، المسارات دي كلها بتأكد على أن أنا جوايا إيه كطالب. هل أنا محتاج أن أنا أدرس القطاع الطبي فبدخل المسار ده، محتاج أدخل القطاع الهندسي فبدخل المسار ده، محتاج أهتم بالذكاء الاصطناعي فبيكون لازم أهتم بالمواد المؤهلة للذكاء الاصطناعي. لكن فكرة التراكمية اللي حضرتك بتتكلم فيها أو التشغيل حتى كمان العلمي وأدبي، هي ضغوط موجودة على الطالب سواء كانت موجودة أو مش موجودة، هي في الحالتين هي ضغوط على الطالب. يمكن أستاذ إبراهيم بس الخبر كان محتاج توضيح أكتر، هل الفكرة أن الطالب بعد يعني بعد الإعدادية هيخش ثانوي في مرحلة تمهيدية لجميع المسارات وبعدين يتخصص، وهل يعني ينفع الطالب يعني يرجع في كلامه في تخصص ويرجع لمسار تاني؟ يعني الموضوع محتاج شوية توضيح أكتر. هو أعتقد زي ما اتكلمنا في البداية أن لسه الملامح تطوير النظام أو تطوير نظام الثانوية العامة لسه ما زالت تحت الدراسة. طالما لسه ما دخلتش مجلس النواب فهي تحت الدراسة، وكل ده أكيد متاح للتعديل والتجريب فيه لحد ما نوصل لشكله النهائي بعد ما يخرج من مجلس النواب. صحيح. كل أسئلة حضرتك هي أسئلة مباحة تماما ومن حقنا كشعب إن احنا نسأل فيها، لكن مهم جدا كمان نربط التعليم الثانوي بالمسار في التعليم العالي، لأن الخطوة دي مهمة جدا. لأن النهاردة شفنا نقابات زي نقابة المهندسين مثلا بترفض تقبل خريجين بعض الكليات. صحيح. اللي هم موجودين بيكونوا بيدرسوا في الكليات وهم أساسا دراستهم في الثانوية كانت أدبي. فده جزئية مهمة جدا، التوضيح ده والفصل فصل الاشتباك اللي موجود ما بين كل الهيئات. أعتقد أن القانون ده هيكون فيه جزئية هامة جدا أنه يحدد للطالب مستقبله عامل إزاي. صحيح. دي حاجة. كمان حسب ما أنا عارف وده جزء معلن كمان، أن في كل مسار من المسارات الأربعة حسب طبيعة الدراسة هيكون فيها مادتين مؤهلتين لدخولك في كليات قطاع بعينه يعني، والمواد الأخرى هي مواد أساسية هتكون من حقك ان انت تدرسها بشكل عادي جدا. صحيح. لكن المواد المؤهلة هي مواد أهم. واعتقد كمان ان لو طبق النظام ده فهيكون بدايته من على طلاب أولى إعدادي مش على طلاب أولى ثانوي. صحيح. يعني طبعا نتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلاب، وطبعا ولسه هنستنى نشوف مشروع القانون لغاية ما يصدر إن شاء الله، ويكون يعني في حاجة تكون مميزة للطلاب وتساعد إن يكون في يعني أريحية في الدراسة، وكمان تخلي كل واحد يدرس ويكون في المجال اللي يعجبه. بشكر حضرتك جدا الأستاذ إبراهيم طه الكاتب الصحفي، وبرضو بفكر حضراتكم مرة تانية إن أولادنا وإخواتنا اللي في الثانوية العامة كلهم يقدروا يشوفوا الخدمة اللي عاملاها أتحبوني في خدمة الدروس اللي بتبقى موجودة على موقعنا على اليوتيوب. وكل النجاح والتوفيق والتقدم لطلابنا، وإن شاء الله مرحلة وتعدي. أمين. مشاهدينا كده خلصت فقرتنا الثانية، فقرة الصحافة، وصلنا معاكم لفقرتنا الثالثة والأخيرة. يعني الموضوع النهاردة اجتماعي شوية، كل مرة بنتناول قضية معينة في الفقرة الثالثة. في الأيام الأخيرة ظهرت كده، أو إحنا عموما من بداية ظهور التكنولوجيا وبقينا نستخدم التكنولوجيا بطريقة صح، في ناس بتستخدمها غلط. ممكن أنا مثلا أدخل على الإيميل أو أدخل على الفيسبوك أعمل أكتر من فيسبوك، أعمل أكتر من إيميل، وأتكلم مع الناس بطريقة مثلا كل بقى حد وحسب شخصيته. ممكن حد ينتحل شخصية، ممكن حد يعني يحاول مثلا يطلب فلوس من الناس، ممكن بقى حد يتعرف على بنات، ممكن يعني حاجات كتيرة جدا. كل حد بيستخدم اسلوبه وشخصيته بطريقة افتراضية. انا معرفش انا بتعامل مع مين، انا مش عارف انا بتكلم مع مين، فبدخل وبتعرف على الناس وبلاقي نفسي بتعامل بقيت في محيط افتراضي. ده واقع افتراضي ولا انا بقيت عايش ازاي؟ واتصرف ازاي لو كأم وكأب مع الاطفال الصغيرين عندي، او مثلا الشباب في سن المراهقة والجامعة؟ كل حد بيتعرض لحاجة معينة من خلال الواقع الافتراضي والشخصيات الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. كل ده هنعرفه النهاردة مع دكتورة نسرين كامل، استشاري العلاقات الأسرية والخبير التربوي، في ضيافة زميلي مايكل منصور بعد الفاصل. خليكم معنا.
برحب بحضراتكم من جديد. وصلنا لآخر فقرة معانا النهاردة في البرنامج، وفقرة مهمة جدا. التكنولوجيا بقت موجودة في حياتنا بشكل كبير جدا، مش بننكر ده، ليها فوائد كتيرة برضو مش بننكر ده، ولكن برضو ليها أثار سلبية ممكن توصل لمراحل خطر. يعني بينا دلوقتي موجودين وبنشوف واحنا بنتلف كلنا حول موقع فيسبوك اللي اسمه اللي بيقولوا عليه موقع اللي بيلم الأسرة، وهو طبعا بيفكك الأسرة، موقع التواصل الاجتماعي، هو اسمه الحقيقة التفكك الاجتماعي، وبعض المنصات اللي موجودة اللي الناس كلها دلوقتي موجودة عليها، ده واقع. ولكن تأثير هذه المواقع، وجود بعض الشخصيات الافتراضية اللي مش موجودة خلاص ما بقتش في حياتنا دلوقتي، بنصحى الصبح قبل ما حد يفتح عينه بيمسك التليفون، بيمسك التليفون مش عنده حاجة مهمة، لكن خلاص وصلنا لمرحلة الإدمان. النهاردة هنتكلم النهاردة عن الشخصية الافتراضية وعن الأسرة الافتراضية، وإحنا بنعمل إيه في حياتنا، وهل في ناقوس خطر، إحنا وصلنا لمرحلة خطر ولا إحنا في الطريق، ولا إحنا نعمل إيه. كل ده وأكتر هتكون معانا النهاردة وضيفتي في الاستوديو القامة الكبيرة دكتورة نسرين كامل، استشاري العلاقات الأسرية والخبير التربوي. برحب بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك، صباح الخير، منورانا. مرسي لحضرتك، أهلا بيك. الموضوع بقى كبير طبعا، ولازم يعني مش لازم نضحك على نفسنا، ولازم كل بيت يبقى عارف الوقت اللي كل واحد بيخش فيه بيته وبنشوف منظر عبسي، بنلاقي الأب ماسك التليفون والأم ماسكة التليفون والأبناء ماسكين التليفون، وبنسأل سؤال غريب جدا، يا ترى التفكك اللي احنا فيه او المشاكل اللي موجودة في حياتنا حصلت ازاي؟ البداية نتكلم عن التكنولوجيا في حياتنا ونخش في موضوعنا بعد كده دكتورة. البداية اصبح الانترنت والسوشيال ميديا اصبحت لغة العصر، ولا مفر ولا محالة من استخدام الانترنت والسوشيال ميديا. دلوقتي الخطورة تكمن في الإفراط في استخدام الإنترنت والسوشيال ميديا، ده رقم واحد. اتنين، ان احنا دلوقتي تحول العالم من عالم طبيعي زي ما حضرتك قلت الى عالم افتراضي، افتراضي عالم لا يمكن اثبات صحة افراده، لا يمكن مدى صدق هذه الأشخاص اللي أنا بتعامل معها، لا يمكن مدى أني أنا أقدر أتعامل مع هذه الأشخاص أو يبقى في تعامل دايركت ما بيني وما بينهم، يبقى في تفاهم ما بيننا. هل هذه الأشخاص اللي أنا بتعامل معها من عبر شاشة أو من خلال سايت ويب أو من خلال لايك أو كومنتس، دي تقدر حضرتك تفهم هذه الشخصية اللي أنت بتتعامل معها؟ لا، دي شخصيات افتراضية أو أحيانا بتكون شخصيات وهمية. في لقاء مع حضرتك قبل ما ندخل على الهواء بتقول لي دلوقتي بقت في كارثة، دلوقتي ما بقى احنا ما ناش عارفين انا بتكلم مع مين. احيانا انت بتتكلم مع شخصية، ممكن الراجل هو مش راجل، هو ممكن يكون ولد او بنت، انا مش فاهمة مين الشخصية اللي بتتعامل معايا. ممكن شخص منتحل شخصية، شخصية عالم، شخصية دكتور، شخصية ايا كانت هذه الشخصية، شخصية منتحلة، فهي شخصية غير حقيقية او شخصية افتراضية. دكتورة خليني النهارده في الحلقه اختلف معاكي في كل الحاجات بتقوليه، لان في قله بتطلع تقول معلش اصل الانترنت ده فيه حاجات مفيده واحنا بنستخدمها. انا عارف ان القله دي لا تذكر، اللي بيستخدم الانترنت في مكانه الصحيح دي قله قليله، بالدليل كذا مره كنت اعمل لقاءات مع شباب في الجامعه واسالهم موضوع بسيط جدا عن الايميل مثلا في بنك المعرفه، لا حد بيعرف بنك المعرفه ولا حد بيعرف الايميل الجامعي ولا حد بيخش في اهتماماته على مدار اليوم بيقعد قد ايه يدور على معلومة مفيدة، وبيقعد قد ايه على عبر منصات كتيرة فيما تخص التواصل الاجتماعي. وانا احط خط تحت كلمة التواصل وهنخليها التفكك الاجتماعي، هي التباعد او التباعد الاجتماعي. تحول العالم الطبيعي او العالم اللي احنا موجودين فيه، العالم الحقيقي هو عبارة عن تفاعلات لاشخاص حقيقية متواجدة، بقى عالم افتراضي من خلال شات ومن خلال صورة ومن خلال ابليكيشن بتعامل معاه. وبذلك تحولنا إلى بقى إحنا موضوع حلقتنا النهاردة هو الأسرة الافتراضية أو الفيرتشوال فاميلي. الأسرة الافتراضية هي تحولت، يعني إيه أسرة افتراضية؟ هي أسرة تفتقد نوع من الحنان العاطفي والتفاعل الاجتماعي ما بين أفراد الأسرة والتواجد الحقيقي ما بين أفراد الأسرة. الأسرة الطبيعية كلنا كنا طول عمرنا الأسرة
أب وأم وأفراد عائلة وإخوات بنجتمع في كل المناسبات العائلية، في كل في على الوجبات الرئيسية بنبقى مجتمعين، مشكلاتنا بنقدر إن احنا نناقش مشكلاتنا، بيبقى في نوع من التزاور العائلي، التزاور الأسري، بيبقى في نوع من العاطفة الإيموشنال الموجود دلوقتي احنا افتقدناه. بقت الأسرة الموجودة بقت أسرة افتراضية تحاكي الأسرة الطبيعية، دلوقتي بقت افراد الاسره احنا بنقدر نتواصل مع بعض عن خلال ببعت رساله، حضرتك تبقى ممكن موجود في البيت تبقى تلاقي كل طفل سواء ولد سواء بنت كل فرد من افراد الاسره كل واحد فيهم انا في العالم بتاعي الافتراضي مع الموبايل بتاعي على الانترنت على مع اصدقاء وهمين، الاصدقاء اللي هم موجودين الافتراضيين دول اصدقاء ممكن ما بيبقوش موجودين معانا في بلد واحده، ده انا اصحابي في بلد تانية، طب هل في صحه؟ لا ده هو مجرد صوره ما بيني وبينهم. يعني دكتور دلوقتي احنا بعيدنا عن الواقع، المفروض ان في اسره وفي دفى وفي تعاون بين الافراد، ودلوقتي الافراد دي كل واحد تفككت بيدور على حاجه مش موجوده، بيدور على حاجه بيدور على عالم ليه، عالم يتناسب مع الطفل، بيدور على الألعاب الأطفال والفيديو جيمز والألعاب الافتراضية اللي هي بيقعد فيها، الولد بيدور على أصدقائه وشات، البنت بنفس الكلام أصدقائها والعالم بتاعها. إذن كل شخص عايز ينخلع من الأسرة اللي هو موجود فيها ويخلق لنفسه عالم خاص به، أصبح عالم افتراضي. تأثير السلبي لهذه الافتراضية، أول حاجة التفكك الأسري ما بين أفراد الأسرة، إحنا ما بقناش عارفين بعض، الأولاد ما بيشوفوش بعض، ما بقاش في نوع من التعامل الاجتماعي، البعد ما بين الأباء والأبناء، الفجوة الكبيرة اللي حدثت ما بين كل أفراد الأسرة، إحنا كنا بنبقى فاهمين وإحنا موجودين متواجدين مع بعض على غدا على عشاء، دفء الأسرة المصرية في كل بيت مصري، إن أنا ببقى فاهمة الأب راجع من الشغل بيحكي لو عنده مشكلة، أنا قابلت النهاردة البنت بتحكي لو عندها مشكلة، المشكلات الدراسية اللي بتواجههم، المشكلات اللي بتواجههم مع زملائهم مع جيرانهم، بنحكي الأحداث الطبيعية. دلوقتي ما بقاش في تواجد أصلا، بتلاقي بعض الأسر يقولك أنا ليا أسبوع ما شفتش أولادي، بتلاقي في بعض أب وأم يقولك أنا ما بشوفش أولادي إلا يمكن مرة في الويك إند، بتلاقي شباب يقولك انا اخوي او اختي هو بيخرج وانا باجي، هو في الجامعه انا في المدرسه، احنا في الكل احنا ما بنشوفش بعض، ما بنتجمعش مع بعض. دكتور كمان عايز يعني اخد رايك في حاجه، كنا زمان بعد ساعات كده في ظاهره طلعت في وقت من الاوقات يقول لك في حاجه اسمها الخرس الزوجي ما بين الازواج ما بيتكلموش مع بعض و لكن دلوقتي انا بشوف تلاقي الناس قاعده في البيت ما فيش حوار يتكلموا فيه، لكن عندهم استعداد يقعدوا بالساعات جنب بعض كل واحد ماسك التليفون، وكل واحد عنده استعداد يكتب على الشات يحكي قصة طويلة تاخد ساعات. ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ ما بقاش في حضرتك بتقول الخرس الزوجي، دلوقتي بقى في الخرس الأسري والخرس العائلي والخرس ما بين أفراد الأسرة، ما بقى في بقى في غربة شديدة حصلت وجفاء شديد ما بين أفراد الأسرة وما بين أفراد المجتمع، وأدت إلى إحنا بنشوف دلوقتي البعد الشديد اللي حاصل، لقين في كم كبير من الشباب بيوصل لمراحل الانتحار بسبب الاكتئاب الشديد. أنا في عالم افتراضي، العالم الافتراضي ده أنا مش عارف، ما فيش دفء عاطفي، ما فيش حنان، أنا مش قادر أحكي مشكلتي لحد، أنا مجرد إن أنا بدخل أتفرج على الصور أشوف عالم أنا حابب إن أنا ألاقيه، إنما هو مش عالم مش حقيقي. بتلاقي الولد أو البنت خصوصا الأطفال بيحصل نوع من العزلة، بيحصل نوع من الإحباط الشديد. بنشوف بعض الشباب دلوقتي كان كل تركيز الشباب أو كل تركيز الأب والأم الأبحاث العلمية والمذاكرة والدروس والاجتهاد العلمي، ولاني انا بقى كم التحصيل الدراسي عندي والتفوق الدراسي ده كان هدف كل اسره، اني ابنائي متفوقين دراسيا، الكليات اللي احنا بحبين ان ابنائنا يلتحقوا فيها ايه، اجتهاد الابن ايه، بنساعد اولادنا في الابحاث، بنساعد اولادنا في المذاكره، بنساعد ابنائنا في التحصيل العلمي. حاليا دلوقتي بقى كل النماذج ايه اللي بنشوفها في العالم الافتراضي، النماذج الوهميه، الشخصيات، الشباب يعني أنا أسفة في اللفظ اللي هي الشخصيات الغير ذات قيمة أو لها ذات هدف، مجرد شباب اللي احنا بنشوف الحاجات الغريبة، حتى الفن حصل له نوع من الانحدار. المشكلة يا دكتورة مش في الشخص اللي بيقدم ده، المشكلة عندنا أكبر في المحتوى اللي بيقدمه، احنا خلاص بينا نتساهل
نسمع لفظ مش كويس فنتساهل، نسمع عبارة في غنوة ونتساهل حقيقي. نسمع خبط ورزع ونتساهل لغاية ما في وقت من الأوقات دلوقتي خلاص الموازين اختلفت، الحاجة اللي ملهاش قيمة بقت مشهورة أصبحت دلوقتي بقى في ترند الموجة الحصلة والحاجات الغريبة، إن احنا بنشوف كل ما هو مبتذل للأسف الشديد كل ما هو سائد في المجتمع بتاعنا. احنا كنا بنحرص على التربية، كل أسرة مصرية كانت تحرص على تربية أبنائها، بتحرص على التمسك الديني ما بينها وما بين أسرتها، بناخد أولادنا في العبادات في كل الأديان، احنا مجتمعين مع بعض، المسلمين في المساجد، المسيحيين في الكنائس، الشعائر الدينية والطقوس الدينية، التزاور ما بين المسلمين وما بين المسيحيين في الأعياد وفي المناسبات. افتقدنا دلوقتي، احنا كنا بتكلم بشكل شخصي، احنا من الصعيد صعيدة، احنا كنا بنعرف المناسبات، عارفين الصيام العذراء وعارفين الأعياد، الإخوة المسيحيين عارفين الأعياد بتاعتنا في رمضان، في ناس حلويات رمضان مع بعض والمناسبات. تيجي تسأل دلوقتي شباب في النهاردة يقولك أنا ما أعرفش المناسبة دي إيه، صحيح أنا ما أعرفش أنت بتتكلم على إيه. طب حتى الشباب حتى لو في صداقة ما فين أصدقاء ما بين زملائهم مسلمين ومسيحيين ما بيتكلموش عن عقائدنا وعن طقوسنا وعن القيم والمبادئ اللي غرست فينا كمجتمع عربي ومجتمع شرقي. ده للأسف الشديد هذه هي أضرار الأسر الافتراضية أو العالم الافتراضي الذي نعيشه. نرجع تاني دكتور نتكلم عن الأثار السلبية، وخلينا نقول إن فترة كورونا في ناس اكتشفت، ناس متجوزين اكتشفوا ان هم مخلفين مثلا، يعني تخيل وقت كورونا الناس لما قعدت في البيت بدات تكتشف ان دي عندها زوج، دي عندها زوجه، ده عنده ابناء، والموضوع طبعا كده. الاثار السلبيه مش هتكلم على الاثار السلبيه النفسيه عشان نخوف الناس، المفروض الناس تخاف برضو، والاثار السلبيه الصحيه، يعني احنا شايفين دلوقتي بنسال بعض الاسئله، زياده في عدد الامراض فيما يخص التوحد، صعوبه التعلم، ان الاولاد ما بتعرفش تتكلم، ما فيش حد بيعرف لغة عربية ولا عارف يتكلم كلمتين. دي الحاجات اللي نتكلم في الأول في الشق الصحي اللي بيخص الأولاد والكبار كله وكله كله، ونتكلم بعد كده في الأثار النفسية والتفكك اللي حصل في الأسرة. اولا الفرط الاستخدام في استخدام السوشيال ميديا، السوشيال ميديا او الانترنت او وجودي بشكل دائم، اول حاجة بقى في نوع من قلة النوم، بقى في نوع من التوتر الشديد او القلق الشديد، بقى في نوع ان انا القسط الكافي اللي باخده من ساعات النوم، كان دلوقتي احنا ممكن نلاقي طفل صغير او شاب بيقعد سهران طول الليل بالسبع تمن عشر اتناشر ساعة موجود وهو على الانترنت، ويعني الاجهاد البصري، ضعف البصر، عدم التركيز وقلة التركيز، ما فيش دلوقتي النوع من السمنة المفرطة ان هو موجود، انا مش بتحرك، ما فيش ادنى حركة، اللياقة البدنية بقت منعدمة. خلي شاب، احنا كان الشباب عندنا بنجري بنروح رياضة، بيبقى فيه حركة، نوع من الحركة، بيبقى فيه حركة شديد. دلوقتي الشاب لو انت أكل لفته بأي مهم انه يخرج لك، لا مش قادر، لان صح. انا طول الوقت خلاص اتعودت ان انا ما عنديش ادنى نشاط بدني او حركة بدنية. ده التأثير السلبي من ناحية الجسمانية. تأثير زبزب الانترنت والموبايل سواء في الاشاعات اللي هي بيعملها او الزبزبات، تأثيره على المخ او العقل، ده تأثير ليه تأثير سلبي. تأثيره من الناحية البصرية بقى كتير جدا، 90% دلوقتي من الاطفال ومن الشباب عندهم ضعف بصري بسبب الاستخدام المفرط لشاشة الانترنت. التلوث السمعي الضار عن الأصوات العالية، عن الفيديو جيمز والحاجات اللي الأطفال بتستخدمها، كل دي تأثيرات سلبية من ناحية صحية. نيجي للتأثيرات السلبية من الناحية النفسية أو التفاعل الأسري. الطفل أو الشاب بيبقى عنده أول حاجة إن هو فقط ما عندهش قدرة على التعامل الاجتماعي، بقى إنسان منطوي، بقى عنده نوع أو كم من عدم الثقة في النفس، لأني أنا مش عارف أتعامل مع العالم الواقعي اللي أنا بقدر أتعامل معاه. بقى عنده نوع من الإحباط الشديد، أنا محبط لأن أنا طول الوقت بشوف عالم افتراضي فيه إمكانيات مادية أكتر من الإمكانيات الأسرية. صح، أنا شاب بتفرج، لأ أنا دلوقتي إحنا كانت إمكانياتنا كلنا كشعب متواجدين في مجتمع بتاعنا، مجتمعنا صحيح في تفاوت في المجتمع، انما في انما احنا دلوقتي ما بنشوف. انا بقارن الشاب بيقارن نفسه بمقارنه بلاعب كوره عالمي، انا عندي قصور وعندي فلل وعندي عربيات طبعا. وعندي ببقى في عندهم نوع من الاحباط. وفي في عباره يا دكتوره انا بعتبرها جرم، تجرم. كنا زمان لما حد يسالنا انت عايز تطلع ايه يا بابا، اقول نطلع مثلا محامي، اطلع دكتور، اطلع مهندس. دلوقتي الولد بمنتهى الاريحيه عايز اطلع بلوجر، عايز اطلع يوتيوبر. اكي اكي اكي. ايه ده؟
لان هما بيشوفوا مدى احنا انت بتعمل ايه، يقول لك لا ده البلوجر او اليوتيوبر ده بالبريس جاست بريس اوكي، انا بقدر احصل على لايكات وكومنت وباخد مبالغ قياسيه. وكلام ده على فكره كلام وهمي وكلام مش حقيقي، معظم الكلام ده كلام وهمي جدا وكلام مش حقيقي. ده الهدف منه، احنا عارفين ان احنا كدول عربيه او كشعب عربي شعوب مستهدفه، لا يسمح في الخارج بالاستخدام المفرط لهذا الانترنت او الموبايل، ان الشباب ما يعملش كده. دولة زي اليابان ما بيقدروش يستخدمه بكم بهذا الكم اليوم بهذه الساعات، بيبقى فيه شغل. لو احنا نلاحظ الفرق ما بيننا وما بينهم، ان الشباب بيصنع بايده، بيستخدم الانترنت والسوشيال ميديا في الماركتينج، عن لو عنده سلعة بيعملها، لو عنده في نقص في حاجة. احنا بنشوف الاختراعات بتاعت الشباب، انا في وسيلة مواصلات بختار لنفسي كرسي صغير عايز استخدمه، انا بيتي صغير بحاول ان انا من داخل البيت اعمل لنفسي غساله صغيره، اعمل لنفسي جهاز صغير، جهاز تكييف، اير كونديشن، اي حاجه بستخدمها بيسهلوا لنفسهم الحياه. احنا الشباب بتاعنا للاسف الشديد اصبح متفرج متلقي. دكتوره انا عاوز اعرف العلاج، وقبل ما نتكلم عن العلاج تصديقا لكل حضرتك قلتيه، انا عندي بس مشكله جات لي من صديق عنده بنت في مرحله المراهقه، مرحله عاديه جدا، والبنت مرتبطة بحد بتحبه، بس الكارثة بتحب حد مش موجود، بتحب شات جي تي بي، بتحب شخص بتتكلم معاه مش موجود ومرتبطة بيه. حجم الكارثة تصديقا لكل كلمة حضرتك قلتيها، هنقدر ازاي نعالج المصيبة اللي احنا يعني بنروح، احنا نعتبر صيدة سهلة جدا، احنا الحمد لله الوقت ما حدش بيقرأ، ما فيش رياضة، فيش مزيكا، شويه شويه بتندثر الاخلاق والعادات والتقاليد والطمس وكل شيء، ده احنا ماشيين في طريق يعني مش عايز اسود الدنيا على حافة الهوية. احنا عارفين العلاج يا دكتوره حقيقي، العلاج اول حاجه كل اسره لازم يبقى فيه نوع من مش هنقول مراقبه، بس لازم يكون فيه نوع من المتابعه خصوصا من الاباء لابنائهم. اولا بيبقى فيه اجراءات احترازيه، انا عندي طفل، الطفل ده بيلعب اوكي احنا ما فيش مشكله، تقدر ازاي لكل شيء ليه سلبياته وليه إيجابياته. صح. المفروض كل إنسان يرى إن إيه الإيجابيات المفروض اللي أنا أستخدمها. أقدر أستخدم النت في تنمية مهاراتي، أقدر أستخدم النت في تعليم لغة معينة، في تعليم مهنة معينة، إن أنا زي البنات والأطفال أنا بقدر أدخل كل حاجة أصبحت متاحة. العملية الدراسية دلوقتي كنا بنروح مكتبات ونمسك ملازم ونقرأ ونراجع، دلوقتي بمنتهى السهولة تقدر تدخل على أي لايبرري في أي مكان وتقرأ فيه كم الكتب وكم المراجع اللي تساعدك في دراستك العملية بالفعل. إذا نقدر إن احنا نوظف الشيء، ناخد إيجابياته ونتخلى عن سلبياته. الأطفال الصغيرين أنا بعمل إجراءات احترازية، عندي تليفون أشوف المواقع اللي أبناء بيستخدموها، أنت بتستخدم إيه؟ إيه الألعاب اللي أنت بتستخدمها؟ إحنا شفنا ألعاب كتيرة، إن في أطفال بتدخل، في أطفال كتيرة جدا بيدولهم، بتبقى في نوع من التهكير التليفونات، في أكتر من شاب إن هما بتتهكر التليفونات دي، بتدخل للفايلز بتاع الموبايل بتاعه، بيبقى في نوع من التهكير ليهم ويبدأوا إن هما الابتزاز اللي عندهم تحصل تحت صحيح. جرائم السرقات وتحت جرائم التهكير، والبنات اللي تعرضت للابتزاز كتير، احنا لقينا ان في بنات كتيره جدا انتحرت، وفي شباب كتيره جدا بيدخلوا له عن طريق الشات وعن طريق الصور ويبدا مرحله الابتزاز. يبقى لازم يكون في من الاسره نوع من المتابعه، اجراءات احترازيه، بشوف المواقع اللي انا بستخدمها ازاي. يبقى في الاول وفي الاخر اهم شيء الاسره هي الاساس في تربيه الابناء. يبقى في نوع من الصداقة ما بين الأب والأم. ببقى دايما قايل ابني لو تعرضت لأي مشكلة هتلاقي الأب في ظهرك، أسمع من ولادي. يبقى في نوع من الصداقة ما بيني وما بين ولادي، لو تعرض ابني المشكلة أول حد هلجأ له هو الأب والأم. صحيح. يبقى لازم يكون في صداقة ما بين الأولاد وما بين البنات، حتى لو بعدنا نحاول بقدر الإمكان نرجع للأسرة الطبيعية ونبتعد عن الأسرة الطبيعية. صحيح. ممكن يا دكتورة الموضوع كبير جدا، أتمنى يعني نتكلم فيه مرة تانية، الوقت سرقنا بسرعة جدا وحديث حديث شيق جدا، موضوع كبير جدا جدا ولازم الكل ياخد باله. بشكر حضرتك جدا دكتورة نسرين كامل، استشاري العلاقات الأسرية والخبير التربوي، بشكر حضرتك جدا. ميرسي جدا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، احنا مش بنخوفك، كل واحد في المجتمع ده عليه مسؤولية، الأب الأم الأبناء الكبير والصغير، احنا في مرحلة خطر، انت بإيدك تحافظ على أسرتك وبإيدك تتحول الأسرة الحقيقية لأسرة افتراضية، النواتج والعواقب هتكون صعبة جدا. الموضوع كله في إيدينا، احنا نقدر نحافظ على هويتنا
نبتدي نحافظ على لغتنا، على الذوق العام، كل واحد مسؤول. دي كانت آخر حاجة النهاردة في برنامجنا، استنونا بكرة قبل الميعاد بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح نور.